السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، أينما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت وأنا جيت تي في تيارة ديالنا ولا اللي خطكم علينا. بارك الله فيكم. واحد واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة وجميع بقاع العالم والكرة الأرضية. صورت لكم واحد جوج فيديوهات إخواني أخواتي على الترام، ومن هنا يا إخواني أخواتي غنمشي معكم مازال من هنا يدير بشومو وغادي نمشي ونوريكم لافيراي ونشوفوا هذيك البلاصه واش كملوا هذاك الكريس ديالو داك الترياب ديال لافيراي ولا مازال باقي. ندوزوا من هنايا تشوفوا هاد الشوارع كيفاش ولات وهاد المنتجعات كيفاش ولات وهاد الدنيا كيفاش ولات هنايا. بارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواني اخواتي بارك الله فيكم بالفضل ديالكم، نتوما القناه غاديه مزيان 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 مزيان. بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. اذا المشكل ديال الليسانس راه ما بقاش عندنا هذا الشهر ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله، غادي نصور لكم مزيان نتحرك معكم مزيان. و الانترنت حتى هي ما عندناش معها مشكل تبارك الله ما شاء الله، الفضل ديالو كله بالمساهمات ديالكم ديال القناه. شكرا لكم بزاف وشكرا للناس، راه تزيدوا عندنا 1000 ديال البشر ديال المتابعين ديال الاوفياء القناة بالفضل ديال البارطاج ديالكم. شكرا لكم بزاف. هذا الاسبوع ان شاء الله غنديروا 32، اذا نكونوا درنا ظرف اقل من اسبوعين او اقل من اسبوعين كنا نوليو كنكونوا درنا 1000 ديال المشتركين، اذا غتكون عندنا 1000 ديال المتابعين خلال اسبوعين. الى مشينا بهاد القضيه ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا كملنا 100. ملي غنكملوا 100 ديك الساعه ديك كل البيستون طلع وهبط مزيان. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء كما كتشوفوا هاد البلاصه كلها ردوها جرده، وهاد البلاصه هي داروا فين يلعبوا فيها الوليدات، وهادي خرجوا لينا هاد البليصه من هنا لاقامه الصباح، وهذاك داروا مركب رياضي كشفيه الحسنيه. جيبوا وليداتكم يتعلموا الكشفيه، جيبوا وليداتكم يتعلموا الكشفيه، اعتمدوا على نفسهم ويقدوا المساء. خوتي عبابي هذه تبارك الله ما شاء الله رانا فوالا، ومنتجع ديال الوليدات فين يلعبوا هنا فين كان عندنا سوق ديال الغزل. حنا دابا شدوا اليمين ديالنا اليسر ديالنا مزيان 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 ياك باش يدوز هذاك مول الاونو صافي. ندوزو حنا بشويه علينا اقامه الصباح تعاودات كامله تصبغيت وعاودوا ليها المسائل ديالها مواليه. وهاديك تما كاينه فين غيكون عندنا المنتجع ها هو شتوه. صوبوا لي هاد البليصه فين يلعبوا الوليدات، كيجيو هنا وليداتهم ويحطوهم هنا ويلعبوا وليداتهم هنايا، وهنايا كيجيو دوك صحاب البتانات كيلعبوا بهذوك الروايض كيركبوا الروايض في رجليهم ويبقاو يلعبوا هنايا بدوك بر بر طالعين هابطين طالعين هابطين طالعين هابطين. سبحانك يا جليل، راه كل واحد والهيت ديالو كل واحد والهيت ديالو. هذا لافيراي سميتو فوريان، هاد الفوريان هاو طوموبيلات و جديد و ماطر. هاد النهار شدو ليا الموطور، شدو ليا في التقدم، مشيت للتقدم فما كاينه وما كنتش هز معايا الوراق صافي ودو جابو ليا لهنايا. او كندير فيه البلان ديال ليسانس البلان مر فيه البلان، ملي خرج هو يدير لي الموتور هنايا خرج مشيت بعدا مشيت جري من هنا ديت لهم الاوراق راه قلت المسائل بونشي عطاوني واحد الورقه جيت لهنايا باش نخرج الشغل ديالي. هاد الطريق راه مازال ما طلعوهاش اخوتي، شتو مرحبا مرحبا مرحبا. هاد الطريق اخوتي راه مازال ما صوبوهاش هاديك راه شتو صافي. راه قلت المسائل خلص هذيك الغرامه ديالي خلصت المسائل ديال العاديه هانيه منين جينا هنايا حتى فينا هو ليسانسس. قال لك تعلينا العافيه ف سميتو كنحيدو ليسونس كنخويو ودار تمام. ايوا فين غنمشي انا ملي غادي ناخذو كيفاش غادي ناخذ انا هاد ليسونس وكيفاش غندير ليه ملي غنلقاها فينا هو ستاسيون نبقى دابعو. قال لك سير لي راه تلقى شي دراري كيبيعو طقتها شاري انا ليسونس ديالي عاوتاني. لا 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 شي 98 قعد لي هاد لافير 98
هذاك العام اللي كان مات فيه سان ماجيست هو حسن دو بالضبط. ديك الساعات كنت في هنايا يلا ديك الساعات هذاك العام كنا دخلنا من موريتانيا دخلنا من موريتانيا صافي جيت لهنايا قدام خوتي عبابي انتوما شوفوا الدنيا كي دايره انتوما هادشي راه كله طار كله طار راه مازال ما كملوش في النيطواياج خصو هنا الديوي تكرطو خصو النيفلو ولا شي حاجه لا والله شنو غيديروا فيه شي جرده هذا ولا شي او فاش نو دايرين ليه اخوتي انتوما لافير شتوه شوف راه اللي ما حمدش الله وشكرو راه كيدير لي بحال ديك النحله ديك الدبانه ولا معطينا موسى ما عرفتش كيقول لك يحيدوا ليه الجنحين طق غادي باش تكون عندك مثلا دار وتكون عندك محل ويكون عندك شركه ويكون عندك نعم سيدي الطوموبيلات ويكون عندك الخدامه وطق تهود نعم سيدي عليك دير راق تبدا من الزيرو صعيبه لكن اللهم لك الحمد 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 اللهم لك الشكر اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر كنا ما كنقولوا لا الحمد لله لا شكر لله لا ان شاء الله الفلوس كانت مزيغه انا اخوتي اللهم لك الحمد الفقر انا حاط في البرنامج ياك سمعتوني باش نولي غني مخطط باش نولي غني ان شاء الله الرحمن الرحيم رجعوا ثاني نبيعوا نشريوا ونعاود سير 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 مني. تجارة بيتي تطلع بيتي تصوفة تجارة خلينا من الوظيفة وخلينا من الخدمة مع الناس وخلينا التجارة الكوميرس الكوميرس لو بغيتي تطلع بالزربة لو بغيتي تطلع بالزربة الكوميرس ما عندناش راسنا مع الطار لينا راسنا مع المشا ولكن الحمد لله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ثم اخوتي عبابي صحابي مرحبا اهلا سير الله يستر لك امرك سير الله يستر لك امرك الله يحفظك من شر الخلق ولا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد علينا وعليكم كاملين اخوتي الحساد الى سبعكم الله يستر شو غير الحساد اللي جونا على جيراننا على اليمن الله يستر الى حسدوا بالحساد الله يستر ندوز لكم من هنايا باش تشوفوا الشارع صافي راه سالينا هذا راه سبعتوه معنا من النهار الاول هو خضار شوفوا العشب الاخضر ولات الدنيا زوينه ولات رائعه جميله والناس هما ياك من بعد ما كانوا كيغوتوا من بعد ما كانوا كيسطوا الوقت ومن بعد ما كانوا فيهم صداع مرحبا اللهم صل عليك حبيب الله شكرا المتابع الاوفياء شكرا الله يخلف عليك بارك الله فيك تحياتي شكرا الله يحفظك سير الله يستر لك امرك سير الله يستر امرك شكرا اخواني اخواتي انتم الشرب الله هو الرزاق قلت لكم ما عمركم كل امل ديالو ما هو الرزاق غيزدنا في المصروف ديالنا هو عندنا نهار ديال المصروف ديالنا حنا كيتقام علينا النهار ديال المصروف ديالنا ب 100 درهم ها هو المصروف ديالنا غنديروا فيه ليسونس وغنعمروا المسائل ديالنا وغادي نحطوهم على لاكيس حدا دابا عندنا لاكيس دابا حنا كاين عندنا لاكيس ديالنا ديال الاناجيل سير الله يخلف عليك اوليدي الله يستر لك الامور ديالك شكرا للمساهمه ديال الناس اللي كيساهموا معنا في انجاح ديال القناه بارك الله فيك الله يخلف عليه دعوا معايا اخواني اخواتي شتو نتوما حنا غاديين على المهو مباشره اللي شدتو لينا هي هذه كلنا عاد خلي الناس اللي كيعيطوا لينا حتى هما فين اخي انا جيت انا في بلاصه الفلانيه لاكيس ديالنا راه كاينه عندنا الكونت ديالنا راه غنوريه لكم كل حاجه ما نخبي لكم ولكن نتوما خوتنا حبابنا وصحابنا قلنا لكم كيصطاف علينا انا جيت كتقام علينا ب 100 درهم ديالنا في النهار 100 درهم ديالنا هي جابها لنا الله غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشي لكم مع الصباح نمشي نضربوا لكم واحد الدويره في سميتو ان شاء الله الرحمن الرحيم
ونمشيو نشوفوا لكم لا 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 بوزنيقه ونضربوا لكم بوزنيقه باش عاوتاني السيمانه الاخرى في شي يومين ثلاث ايام نطلعوا لكم نشوفوا عاوتاني هاد الشيء ديال 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 هذا الشيء ديال الشيء ديال عين عوده وعين عتيق ودوك النواعي تما كاين عطى الله ميد دار هو تما كاين عطى الله الاشغال مازال غيكون عندنا القطار غيكون عندنا غيكون عند انت خاطئ خاطئ كتجيو تحلوا البيبان راه خاطئ ووقف في بلاصه انتيردي راه هادشي دابا راه مابقاش ممنوع الوقوف هنا ها هو الوقوف صوبوا لكم لي باركينغ قلبوا على بلاصه وما تحطوش في الجانب راه غيجيو البوليس يديوها لكم فوري راه تلقاو مشكل مع المطار راه تلقاو مشكل مع المطار راه تلقاو مشاكل مع المطار راه المطار كيبقى يمشي ويجي خصيصا باش يبقاو يشوفوا هادو اللي واقفين في الجنب باش يعطيهم غرامات ردعيه سمعتوني راه هادشي اللي ورى راه ما يمكنش احنا خاسرين باركينغات ولا مسائل فهمتي شنو نقول لك راه اللي شدو واقف في الطريق على الجنب دوزيام بوزيسيون ماشي في البلاصه الحق راه يعطيو ردعه اخواني اخواتي سبعتو معنا الاشغال هي الشوا النخله وانا تبارك الله ما شاء الله دي فو واحد اللي كيبقى خوتي كيبقاو داك النخل اجينو من الفوق شنو كيوقع دوك البراعم اللي جايه طالعه ما كتشوفش الشمس كتفزق من الداخل كتعرق من الداخل داك البرعوم اللي كيكون جاي كتموت النخله هو هو النخل ميت هذا هو المشكل هادو اللي حالين وما هما شفتهم البراعم ديالهم وما هما شفتهم اللي معلولين صافي كتموت هذيك الورقه كيطلعوا البراعم بالزربه كيعاودوا يضربوهم من الجناب يحيدوا دوك اللي ميتين واش يبقى البرعوم ياك نفس النخل هو هو نفس البلاصه نفس الكليمه هو هو البرعوم شوف كيفاش دايرين كتفلخ من الفوق وكتضرب لينا ما سيدي عليك هذوك اللي مسدودين قشوجين راه مشاو مسالو ندوزو من هنايا ونختموا لكم في النهايه ديالتنا من جهه ندوزو لكم على الفتح حتى هو راه عارف لينا التجزئه وتعرف لينا التوسعه شكرا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء هذا الشارع حتى هو راه تريقل غادي حتى هو عنده المراحل هي دارت هو صورتو لكم تريقل كلشي الطرقان ثلاثه الطرقان كيديو ثلاثه كيجيبو هو هادشي اللي كاين عندنا في البرمجه حي الفتح كان كيتعتبر هذا ما فيهش مازال ما دخلوا ليه تصور غيدخلوا ليه حي الفتح اللي كان كيتعتبر من بين الاحياء الواعره هما اللي بداو لينا بهاد الجارديناج وهاد الشيء ديال اللي فين يلعبوا الوليدات وهاد طلعت علاش هاد الفتح حي الفتح بحال هكا مشى كانوا يضربوا به المثال حي الفتح وحي الرياض كانوا يضربوا به المثال وكانوا الناس انيقين وكانوا الناس هنايا ما فهمش هنايا واش لا جينيراسيون اللي طلعت دابا نيبالا ولا ما فهمش المهم تحيه للناس اللي سكنوا هنا من الاوائل واللي كيعرفوا القيمه ديال هذا الحي وكيعرفوا الاناقه ديالو وكيعرفوا الرقي ديالو وكيعرفوا الناس اللي كانوا ساكنين فيه هنايا تبارك الله ما شاء الله هي الفتح اي هي هي الفتح خوتي اخواتي جي اخر مره خليناهم كيضربوا لينا هنايا في الطريق راه قادوها خلينا هاد البليصه على الجنابات ملي راه داروا لنا داك الفريميجه وزفتوا لينا اورولوجيستيك راه صافي سالات ها هي الدنيا راه تريكلاش وهاد البلاصه حتى هي خليناهم كيديروا لنا الجارديناج هو راه جاي طالع شو هو راه جاي طالع لنا الجارديناج خلينا القيد القايد المسؤولين وكانوا دايزين من بانوا لي ديال هاد المنطقه والمرافقين والاعوان كانوا دايزين من الفوق كانوا دايزين اخوتي من الفوق يلا صاحبي بارك اذن تبعتوا معنا الاشغال ديال هاد المنطقه هي راه سالات وكل شيء رجعت لنا البلاصه ديالتها وهم الناس شحال غوتوا وهم الناس شحال تشكاو وهم الناس شحال كل واحد وشحال شكا وشحال غوتوا وشحال وهي الامور صافي سالينا سالينا والاشغال كلها تريقلات اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي اللهم لك الحمد ولك الشكر اذا اخواني اخواتي كما كتشوفوا غنمشي لكم حتى الرومبو اللي غادي نخدموا لكم الفيديو نكتفي بهذا القدر دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وما كاين غير الله الوطن الملك ونمشي